أزول خمارة وقيت فانا أوشن راديو أمكور ثم ديثن الحد نتم سجار ذوك سدي ثين بدا ثين زوك مزروين عري في جنو سدي إسو جديد مس حمد يونس إسوارا نخليس خيجن العدد المواضيع إي نتحدى جاني ثو داخل نخل شيني ري فينا ذي نين يزدغن ديث مات ذي نين يزدغن دي بارا أم تسنم أوشن راديو يبدا عدد سنتم أبليكاسيون نس ذي جندي أب ستور نيخ دي بلاي ستور على حسب ما هم آيفون نيخ أندرويد أتي تيلي شارجة ما تنستالم أخ تليفونو يبدا تسنتم أوشن راديو 24 ساعة 24 ساعة نيغي بودي عدد سنتم خسيت انتريت نسي جند أوشن دوت نت مرة مع الرحمة دان اختع الدرقة من هارا حميد نكشان لايف مباشر نسعد تيد فيسبوك يني وغاي جبو الابليكاسيون يخيني ومدي تسي سهر فيسبوك كتا زيش النغنية ثم دي ثا قانت رجان يجونو جيان نغزين غدير حق أثن رجا شويت ولكن أنسي غي غي مس حمد يونس يغي عزمن ثواثو فيرو نس دي نوسا مس حمد يونس أنزو في زيك خوش الراديو غا وسدين نش ثين بدا ثين زكم زروين عريف تنميت خويا مصطفى يوزي شكا يوزي مرة يبدا نجيت الفان شن راديو نهار ما ينور يجو سدي هذا سدي طبعا جميل الكلمة عجبي التوصيفة ولدينا سدي يعني الموضوع السذف دانا دو طون زون طون السذف دانا شين كلمة القواميس بعد المزيخ مش نسن رانشنين على اي غالي جوس ديجا يخطر الدراسة دراسة في الموسيقى الريف وطوانشا جي جريدة النوميديا دراسة تام قرانت كيش نحخاذك شنعب عن صفحات الجريدة مخصة ورخو جوس الصفحات هي ورخي من نث أتروى أكاد المهم بنيم دوكارينو إذ يتوان ساح مناني ذي نتصدي وذن قنا معو الجيد ميسي كمناني على أيين روخان رايا إثمات سوثما هذا حاول أتفكع أتفكع من دي قيمش جي ميموريا نو جي ذاكرين ومن دي قيم زي منوري غيث ورانيخ جد دراسة يا ثانيتين باش تقيم ذانيتين تقيم جي الراديو وشن راديو وشن راديو تقيم ربما المرجع ربما أصعق بالنيوذان ربما المهتمين توريد لأنه قيم شيء ومثلنا مصطف ذيث مثلنا ذيث مثلنا مرة قد فان فيرو أوشن راديو السيورة قد بذيغ روخ السيورة شعجخ موسيقى غريف وتتبذيغ زي زي تتبذيغ زي قبر يعني تتبذيغ زي عرفه لك قاع قبر قبل ما تناوض المرحلة الجمهورية قبل ما تناوض ال 1959 قبل ما تناوض السبعينات الثمانينات كذا المهم تبدأ زي المرحلة ثانيتين يعني الموسيقى العاد اللي نعرفه لك يرفيني راه الآلات الموسيقية من رأسنا رأسنا جو رأسنا ثمجة بعض القبائل قنصة شباب ثمجة غاسن لي طامبوغ الطبر طبر ان طامبوغ الضمزي انا جشي مغا طامبوغ لي طامبوغ غاسن كي افريقيا ضيم قران ولكن كي قريف الضمزي طبر قنص طبر غاسن الغطا الو الو الاستاذ خالد قا نغدي جادي اللايف اوشن راديو قا مس حمد يونس كومسا البرنامج دونك سيت فاش داكي دنا حما اكي خشاش دوكس ديام وتسريد مني قا مس حمد يونس دي تقدم نسي البرنامج الاستاذ خالد تسريدي وتسريغ اوكي صافي مس حمد مس خالد القادومي قيف داكي دنا انزوف زيس انزوف زي الاستاذ خالد انزوف زيس كمل اخويا مصطفى بالنسبه للموسيقى الاخرى البيره الجغرافي الصورخ الالات الموسيقيه للجن رخني العهد النير جنت موسيقيات الات موسيقيه نقريه يعني جون طور زائد الات موسيقيه نفخيه ثمجه
إلى ذين دربوجا دربوجا ولكن غاسيج ديسكو دربوجا جغاسي شين تنين مثلني الناس الغيوان العربية بطمان كذا ذيني تنتونا جن 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 آلة موسيقية قنا تنتونا ذي أمو جن دوانا شين 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 دوائر معدنية تنتونا خاصين ذي كيس مبعدين تنتونا كذي صوتين أصلاً علىين قلها دوانتين تد الموسيقى إريجان وقير وقت وقت ظهور الجمهورية الريفية حرب الريف وإسبانيا يسجل التاريخ الريفي يسجل الشعر يسجل أغاني مهمة جدا وأبرزها مرخصتيني ملحمة دارو بارنا ملحمة دارو بارنا السوسي خصان قاع حفظهم ربما ذي نعود قلنا وحين الجبال ذي ملحمة غزاوة ترتق البارود في العقبة غزاوة عزوا علينا الموتى من المجروحي الدول لأن خذين الذين محمد الخطابي وما سلموا لي محمد الخريرو إلى الجنسين مسؤولين قائدين عسكريين إلى الجنجل وقتني مسؤولين دين الجبهة الغربية لذا مكاني ظهرين ملحمة غزاوة قان شميس قاقاس ملحمة غزاوة طبعا قضية ملحمة دارو باران فالتقى البارو العقبات غزاوة عزوا علينا الموتى ما المجروح يدوا رائع على التنتين نشر القصيدة قد غالي تكمل ثم ربما ذكرين وروحالين ولكن تتسكى مرة حدا جمت ولا حدا جيت شي نجن تتسكى ذكينا في قصيدة يا ثانيتين مرة حدا جيت شي نجن استيتسكا بالنسبه لي ممكن بالنسبه للالات المعتمده رجن غير وقت النية الموسيقيين كاع بلي رجا اجون ثمجا طبر لي تامبور تنسونا من بعد يسيد العهد الاستعمار الاسباني رانتي ديجن مجموعه الفرق سواء الناظور الحسيمه فانتيد فيراق وطبعا قينا دي أندلسيين سودين إسبانيا يعني مالاغا طوري مولينوز ماربيا هنا خايان نيديوسن الريف يني يغسني العلاقة في مغارق لجيتار لجيتار الخثارة نسيت ستيفن جيتار الريف جيتار ستيفن بالخصوص فلامينكو فلامينكو اللي قصدنا يمكن نو بين ذي نعلق ما جان جيتار فلامينكو فلامينكو زما ديري بلا جيتار خاصس لا جيتار فلامينكو فلامينكو جيش سنس القنبرين جيش سنس شن آلة لا جيتار ضروري تري حاضرة كآلة أساسية آلة موسيقية أساسية فانتي دينج مجموعة الفرق موسيقية سواء الناظور نير الحسيمة فانتي دي إسبان ديسبونيا ديسبونيا من بعد روات قغيج النوع نجن الكرونولوجيا نجن الكرونولوجيا وها باش تفين كشفير ومثنا خالد زي الناظور إذن ذيني يسيد من بعد 58-59 يقع جنوع عن الحزن يجنوع عن الترهيب يا الريف يجنوع عن قيم حد يتغنى وقيم حد الشفاجون وقيم حد يقع الحزن زعن إن بانيك جينيغال ستي بودي أخوة أهلو وكذا ما أخصتيني كذا المجتمع الريفي أن يكون مجتمعا معاقا موسيقيا ما أكدينا مغا لأن أمفياز غريف أمفياز صفة قدحية بيجوغاتيف مرسطيني قدحية قانس أراح شكخاش كذا أمفياز هو محقور أمفياز محقور للمجتمع الريفي لأن المواصفات الرجولة غريف خصها ديك سي الكلاطة وجا ديك سي أجون
لذلك المجتمع الريفي إلى ذنتج نوع تشدد زي مجموعة القبائل الريف ذنتج نوع تشدد ذنتج نوع من مراجعة ذنتج الموسيقى فين كذا بالخصوص إثوايا إثوايا رجل أكثر تشددا للتعامل أجل الموسيقى القبيلة يثنى إثوايا القبيلة رجل منفتحة بزاف أجل الموسيقى تحتضن مرستين تحتضن مليازين تحتضن موسيقيين أمفيز كيف ولا أردت ما أمفيز كيف ولا أردت ما ذينا تكري وين ما يكاريش مالين راح يمفيز يعني يكاريش رغم أن أمفيز خل الموسيقي إذن ميزيك دنغ بأن كاد المجتمع الريفي أن يكون المجتمع معاق موسيقيا لأن ميلي نرزار بأن هاقاز قريب ألو ألو أقيت تسريغة كمستر واضي نقضع شوية تسريغة شرين نشرح إذن ولكن رغم القبيلة مرخصتين القبيلة الوحيدة قاري في رجل سماحة وتحتضنين موسيقيين مذيازن كذا هي قبيلة أيت تمسامان لماذا؟ لأن أيت تمسامان على الأقل بعد الذين يجوا مرابض قنا السيد شعب ونفتح رجل بمثابة معهد موسيقي قال وقت معهد موسيقي صح ندين رمضان ديني القمبري رمضان دينا جون رمضان دين ذا مجا رمضان ديني يعني قيد مسامان رجل فعلا ونتين تعاطي تعاطيك الموسيقى رجل قبول اجتماعيا أجا أحمد القضية أني ذي السحقارة أني تما أمذياز ذي ربعاد نتقبر نعرف وش غاشان العلاقة قدين نخوة غاسورة ذي جن العلاقة قدين او منو اسبوع العلاقه اقدين مخزارنش ولكن شنو دراس العلاقه المواصفات الرجوله او الرجل الريفي الرجل الريفي راح تكون صداقه تاع كان غير وجهني اساسا جون راح تكون ديك الكلاطه راح تكون ديك الكلاطه داكو فما غاش اكسل الكلاطه زيد جون ترانكي راه تخدم هو هذا موسينا مولاي محمد يجي كراه غاسي الناس والناس نروح نش رفقيقه قاصر قيمون ما عندي نزل رفقيقه نروح نشو وزما راح ونوار اذا تغمات انت الدار خاو ضايد بسد متخدم موت الناس مولي ما عندي وقع قاع منايا مرض راح تشكاو ونوار واي راح يلا اكسد الكلاطين اكسد اكسد الله يلا ونوار رغم ذلك أخويا مصطفى رغم ذلك يثوى يغر مثلا خويا نايز مجموعة هذاك السي ورجي حاجة خينا خصنا حاجة الهيد خصنا حاجة الأدوات الآلات الموسيقية استعمال نجي الهيد نيغ يكزنا يونا كذا قوى موضوع متشعب خلنا خاد دراسة أبو يغر مثلا يقصح شوي زعما ميز الشثاجو نغيجيس نكذا يقصحش وربما لحد الان خانش عاوده جوم دوكرين وكثيث بس جيتار وكثيث الوز جيت جيتار ولكن رغم ذلك يذ مغرى نغيث ويزا قرار نغيث ويزا هذي زايش جيس شطح وذي نبول اللي توقع هذا ما يسمى بانفجار المكبوت انفجار المكبوت سواء قال اعراس الحفلات او ذلك يتوقع العو دايرج المكبوت يطبو على السطح المكبوت طبعا الانسان المتحرر الانسان الامازيغي الريفي متحرر اصلا ولكن يكبت النوع الحب الموسيقى يكبت الحب للموسيقى طبعا الظروف خاسكين الحروب كذا المشاكل خاسكين قا يكبت خاسك سيركلات او سيبو وجون ولكن يا المغرى ويزيد تفقد المكبوت ني المونط على سيخ باسك يتفقد المكبوت
قيل مرحلة السبعينيات 58 59 عندها طبعا سدي شن السنوات الحوزن كذا إجراء تأجير أوروبا كذا زيد المرحلة السبعينيات هذا ما يسمى بحركة الهيبيزم ديال العالم الهيبيزم وذن تجان شعات قنصراون الجين كسين جيتار راث كذا تمرد الرفض الرفض الحضارة الرفض مجموع عن مثلتين ذي مجموعة المقومات أو مجموعة مجموعة الصور مجموعة الصور الحياة من ذوي الغرب الرأس مالية كذا ألو هذا الهيبيزم نيري في ينسج من ضغية الظاهرة بحكم طبيعة سنفين تمردية طبيعة سنيري في ينسج من الحركة الشباب بالخصوص ينسج من الحركة الحركة الهيبيزم سين جيتار سين ربدن رغم أن الريف وسيد جمعة موسيقى سواء الناظر وانا الحسيماني وذين جمعة موسيقى ورغم ذلك ذين وذين يتقنون العزف جيتارة بأسلوب رائع وجميل ويتجاوز المغاربة ينود قمنا سنعاد لو خد أضوظن أضوظن الرجل مجموعة الفنانين أنا تفت خويا خليد فرانسي الفنانين سواء الناظر الحسيمة قمنا سأضوظن إلنا الصغرى نيوية رغم وذنبو معاد موسيقي ريفين صغرى نيوية أقد دين غانغ مثلا كريم حذريين غانغ خسميت غانغ أزرقان توفيق غانغ وليد ميمون غانغ خالد زري غانغ قينا هنا الأساتذة ذي مقرام دي ماتخ دو جيتار دي ماتخ دو جيتار هنا ودينو ختم وختم غارين عزيز احمد وختم غارين عاد انت انت مغارين دياري في الجينتيج التاريخ ديال الفن ضم قرانو تجبد مزيانه صحيح ومنو خويا مصطفى بدايه الثمانينات ظهر النوع عن الوعي الهويه الامازيغيه دومنا الريف وساهمت ذيك الجمعيات فيني جمعيه الانطلاقه الثقافيه بالنظر ديني جمعية البحث الثقافي ديال الحسيمة هاند مجموعات غنائية اوريزان بن عمان توتون ديال الحسيمة ومجموعة ديال هان وخذا نتينا ديال هو مثلا خالد قدومي لان انت كاتب وفاعل جمعوي وتقلد المجموعه المهام الجمعيه تاثينا وذا غادي نور الراي او الراي العام المستمعين بعدين ان غتفان رخوش راديو خالد ومثلا خالد سعد تفيرون راديو الزوفزي أزول حين تكر إذا لغيت سنة مرة مهم ما مش سيورم الموضوع عن الموسيقى ذي المنطقة نعرف الموضوع متشعب أولا شخص ضعف أضعز مريج القوس ذي مزوارو هو أن الظاهرة ومدياز بيجن الظاهرة بيجن الظاهرة في الحقيقة تصنع الدراسة تناول انتث وخلق ورينو يتقوض دورا لأو يتقوض أمورا إلا يتوض السيور أخويا خالد الظاهرة ومدياز انت في الحقيقة الظاهرة قاس بعد إثنية مهمة وقاق بعد إثنية لأن أولا ما نتلاحظ بأنه كتا نهني أولا تغا وخفن غمدشان وغافي ثيم ضرين سن واحد سن ونقرنت الجيرث ونقرنت الجيرث ولكن في شينيغ المنطقة ما نتوغى استقر نطس توغى استقرن دي المنطقة فارسيت فارسيت بزوني إلى حدود الساعة نتوغى مرة نتني مديزني جان دي بنتي بني غذا جقونا في ضضي النظار نخذوينه مرة المنبع نسن أصل سن زي فارسيت إذن ميخس غذيني هو أنه هني ربعة قانش قاني هني إثنية وزد زي أفريقية كرشان ميقا ولكن يبقى أنه جل الموضوع أن أم دياز كظاهرة ظاهرة بطبيعة الحال ذي العرف نعرف
نمارس السجن إجن تعسو في القصح قصح لأم ديز أولا غانغ الشيء المعروف أنه ويتبوثة في الجاحت ويتبوثة في الجاحت ويتبوثة في الجاحت وبالعكس نتزواج بيت نقارس روح سوق من بوبا ومدياز على اعتبار أنه زعمه ويتبحي يتبلي زران زران ديس يعني ديس رحشومي فبالجيجن الجيجن جانب الجيجن جانب المغني هو أنه مثلا ما مشي نيار جينا خلمدحة من الظهر وبرا ولكن ديني ديني الملحم نعود لتغان مالي وهي مالي فني الهجرة غا يوذني تغان شعركم غاد زيا أخبوا دان حريق أخبوا دان يمي أخبوا دان الزيت وناسين وغير أخبوا دان حتيشار بعاقي من المدي طباير مضبار داخو ينجيرار ونشيطة مهم الملحمية التزيرات سا يعني وذيني ذيني التصل وينا في الحيثات وغان جنت فعود كذلك انتيزن أما الظهر وبرا لا ظهر وبرا وغاتف بكل تقديش اجتهادات ذي 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 ظهر وبرا مثلا ظهر وبرا ما مش تغيين يجيبهم سمان وتجيبوا في نفس الشكل اللي تغيين زين دوار يغر يغي زين دبقو ذين اضافات كل تقديش سلف خاص ما حسين نس سمان إذن واللي يجن التراث يشمل الجميع أخي هو الريجن يجن التراث مشترك مرة ساهم بالوارد أبي دور غايش نشتغى خصغى هذا وأنه البداية مثلا إفرازت الأولى الموسيقى نشتغى كذلك وانتتو بأن بو دور يسنشح الثقافة السينمائية تأثر زكاري دو أطراج لأن تغنزين الجيل الخمسينات الستينات مثلا مودروس الشيخ شعطوف ليغي تغنى تعتمد مثلا الآلة العود الآلة العود وحتى الموازين الموسيقية تغنى مرة ثاري دو أطراج لدرجة أنه مرة قلبن قلبن فارد الأطراف ولكن بكلمات ريتية الأغاني لحن فارد الأطراف ولكن بكلمات تريفية صحيح تبقى كذا من قرن تبقى كذا ولكن من بعد وما تظهر آلة القيثارة يعتبر العود آلة رجعية لأنه اما من المهم في البعد ما مش ني ذا ملك المجلي يصدر رافد وذا زور الجيتار يدور ذوني اسمون خاص في الحقيقه خاص تحت الجمعيات الثقافيه اخويا خالد تقلد هذا عدد المهام العمل الجمعوي قريب وثانيا معروفه لا ننكرها وتنكحد ممكن اذا نسول شي حاجه جمعيه الانطلاقات الثقافيه كي نظور لان كلشي جني اهتمام غير الموسيقى وذين قصائد وريثه الوريه شي قيس مرزوق نشين لاول مره نسني ما قنثير اللي غير وقتني الحريه قنثير اللي خلا اخويا خالد ما ممكن غاكش بعجله بالنسبه للانطلاقات الثقافيه تاسيس النس الزواني تأثير نجم شو عن شجر زم مظاهرين باريس حتى كبيريا وكان على أن هذه المشروع بما أرد الاعتبار الثقافة الأمازيغية أميت وأسس الوقت اللي غانغ الانطلاقة الثقافية وأسس نجم الوقت مرة فهم دي الناس وقد الوعي الانتماء غامنية يتوم طبيعة الحال ظهانت سعارة ظهانت فرق موسيقية فرق موسيقي يذور تسمدي جن الشعلة على أنه مرة كور جروبو يتحول ما أمكن أذي برز القدرة المسح وما ديبان دي المهرجانات الأغنية الشعبية يتوتق الانطلاقة الثقافية لأن ما يمر وقت يتم على أنه توز مثلا الأغنية الأمازيغية لأن تغتعاد الأمازيغية زي المحرمات فهمت؟ الوقت اللي تغنى النظر تعتبر في المحج يجمجمع الفراق
الاختراعات والرسوم بالنسبة بما في ذلك الفرقة الوجداء الفرقة وينها مش سقان ميغري الإخوان ميغري ظهان دغان غضاضي منوضع اللي أول مرة قبرت سعان الدور أخوي خلو نسأل شي مليح وكنسأل شي مليح عاودت شي حاجة ميغري وجداء ياك ميغري وجداء وسين شاركن غانغذا ذي المهرجان الأغنية الشعبية الوقت اني عاد الكلاسان في غوندو سي غوندو فهم بي غلا لأن تغذيني تخصص الانطلاقة الثقافية جن جائزة أحسن جيتاريس أحسن جيتاريس سيزينا يوتين ولا ميمون عرحموني ميمون إثران إثران يعني تغذيني جوائز مهمة وتغن يعني الانطلاقة تغفاز من الأفاق يجب مجموعة من الفرق لأنني من طبيعة الحال يتغيب يظهر الوليد ميمون بن نعمان ريزام يصفضاوان مجموعة من الفرق ومبقسين كواتون وتشارك ممكن غذابي ذي النظر يعني فرق زي الحسيمة يعني كذلك توتسن ذا يعني تغائج النظر تغيز الحركة الثقافية إلى درجة أنه هذا مكشغيج الحجبت وغانغتنوه حتى بما في ذلك زي المعتقلين السياسيين تغذي قنطرة تسكن في برافين وغتسكن في برافين للانطلاقة الثقافية لأنني مي تغذي جن أخمي جن تشومعت ما فهم ذي غلي جن تشومعت الحرية كي جن مرحلة تغذي سترام إذن خويا خالد جبد والد ميمون انشغراك ديكي باس شعبة الفلسفة ذي مدوش كذا مدوكري إذا مدوكري اختاز زينيش اشترك زي النظو رجل بدقش كذا كذا دافنا كذا قهوانا كذا ونتين ديز ظاهرة غنائية غريب ديز أسطورة صراحة بالنسبة إنس هم يستعتبر يتقل كلمات إنس اللحن إنس الأداء إنس لأن ذي ثلاثة عناصر الأغنية خمسة مسجان ثلاثين العناصر سواء الصوت يعني الأداء اللحن اللحن ذي الكلمات خمسة مسجان تشنا نغي سامحي تشنا نغي جن أغنية جي المستوى مخار شكين نظرين كي أخويا خليد قلنا فلق ميمون روح خيبد ما يبد ميمون ما ينسني المستمعين ينسني المستمعين ما راكشين فكرة أخا أولا هذا شكين ليش نحيش تتصور ميمون تغى أحسن آلة تغى يبقن هي ثامجة إنما ميمون تغى يعكس قد سيدر يعني تغثام جاء تغث فنان خطير ذي من بعد يبدأ الشفلاوطة من بعد الارمونيك جيتارة يعني وحتى الآن العود ميمون يعني كظاهرة موسيقية لأن السلم ذي خفنس يخفنس والناس ظاهرة جناء والجوين وغانغلا معاهد ولهم يحزنون ولكن تغف ظاهرات اجتهاد وتغمل يميت قصائد شعرية الناس يعني اللحن الناس تغف مجتهد ولكن يخصيصون بأنه كيف ما كان حال الفنان للإنسان يتقوى ذي جمد وقت خمي غيتف مثلا قارتي تزمى ذي الدبوز يعني لا حياة لما تنادي خمي غيتف بأنه 40 سنة العطاء ذي الأغنية ذوينه ولكن وغش ابن اعتبار وقتا 4 ابني وذان فهمي غلا بالعكس يعني تحطمنش يعني تحطمن لمذا طبيعة الحال الإنسان يتركون غايش منه يتقار الصفي اللي جعل بارك ميمون إنسان حساس من يغضر الزغاشين الجنوال شي صغ ما يمشي وانت يتحدى الاسره يودي جنت ما عرف مغار الى درجه انه تغيجو ماشي مغا خاص يقرص شي سرعه تما ولا يغبو مديازان الشينتين شي رغم ذلك يتحدى الاسره استطاع هذه السجل في الوقت تغتشد النادي يروح الدار البيضاء يلقى قصيطه الوقت اللي كيف كيسهبك يصدي قصيطه حتى عموري مبارك الله يرحمه
في في فني ذور دامينو كاسيطا مثل زواروت يساهم كيس كيس بالآلات الموسيقية متفق متفق أنا خلقتك نغاقي في الصحيح وإذن ميمون كظاهرة في الحقيقة ويستحق العناية ولكن نشين وذا شوتشي بوكوس أمولجا أمولجا نشين للأسف للأسف أروخا ميمون إثما غيني إذا نغيت فان جي خوشن راديو خوفيريون خوشن راديو إثما زل من براوانتين قاركم أو أنكشفوسي إيمون إيوالد ميمون أغس نازو أغس نسقس ما يتقسى خاص بعد بعد ما تقسى نقس ما تموتي أقدني في بلجيك ما مشتنين وخاص تقسين يتزدى يتزدى يتحيك غاس يجيش يتدى طمزين كنا ديقابو يوا يتعيش ديني معزول معزول وذان وذا ساس زون للأسف للأسف الشيد ما نتيش فوس قويا تذ الحقيقة وازل من برا يثمثن غيدا غيد سران ناس يثمثن غيدا غيد سران تقا ولد ميمون نقا السيور الخاص واذا ذكرين سلام قران وخالد ميمون قراو تمخاطينا قوية ويا ونش طبعا نش عشاق في الجامعة اذا يثم مرا واذا حد واذا حد خاص السقسا واذا حد خاص السيور واذا حد خاص السقفوس واذا حد اذا نغييني غاما يجا ناس زغاد تليفونين سوسنتي أنا يا ميا ما نوضر إذن درجة من لحتي بس العاطفي خطير جدا خطير كمل أخويا خالد كمل ونغش ذي الجانبة بالنسبة للسنين يعني للانطلاقة الثقافية للأسف يعني تم إجهاض النص وذن الأحزاب السياسية وخصت الزسقن أذقن المتجارب والإرث النص الإرث في الإرث العظيم يعني حسابات سياسية ضيقة ومن اللي وعاني تخس عاني تخس وله من عكت في وقع المدينة النضاء بصفة عامة وعاني الانتفاضة نابع عمانيين جزراء يجي حالا جمود يعني المخزن قال إجهاض مرة الفعل الثقافي بصفة عامة المدينة تصبح ميتة يعني فقين ميتة وآمد تسلم الفطرة تقريبا 4 سنين فهذه الشمعية تمزين تقنص الحضور الثقافي استمر رجع عامين عاد إلى غاية بداية التسعينات إذ ظهر الجمعية الإلمس يحاول تسلم المشعل أتحتضن فعاليات تخدمني نظرة بالنمط تخدمني تحتضن فعاليات ظهر عود بعض الشباب ماذا يعني شباب بما في ذلك خالد يزري خالد يزري توقع يمشنس في الحقيقة قبل توقع كطالب ذي الرباط زوينه توقع يعني ذا أديبان فماذا توقع يمشنس فماذا يمشنس ولكن تبقى أن الجمعية الماس كذلك ذي المهرجانات اللي توقع إلى رورار يتوغى مهرجانات يعني تستقطب غاسي جمهور ذا مقران زي المغرب وسيند غاس يجي مجموعة الموسيقيين يجي مجموعة يعني توغى في الحقيقة الحدث لا الأستاذ خالد ذلك يجي السؤال بالنسبة برنامج مهرجان إيرارورار طبعا مهرجان إيرام غا بزاف وخصصت له الطاسم 8 في لدرجة ويند محمود درويش إذن سؤالي قد جان وجيش تراح نتراح نتطاسي ريفيين التصلي وزان التصل الفنانين ذي ريفيين التصل الشعراء قريب قانا كيفاش ويند وزي فلسطين إيش المين دندق شي ناس وستاش عن 12 رقان ثار أنقاد المطار أنقاد جوجدا وين جيزي ويجي ورخشين ميدان هذا شي نغسطه أسي حمل شوف يعني حمو يعني أثارس ويتزيد شا الحقيقة انت محمود درويش ما مش ديوسا تغار وقت النجل الاجتماع ذي المكتب نشبعيان إلماس
يطرح مارزوق قانون الشخصيات ان الشيخ ضاه مدنوي خوان قاتي سولو مدنوي محمود درويش مميت ادغنوي محمود درويش على اساس لان الوقت اللي توغاني سيتوه ما بان الشينج شوفينيين ذي عنصريين نلغى يعني كذا كذا ان الشينج جمعيه ناقحه جمعيه دفعت نافيخت ولكن نتبنى القضايا العادله الشعوب العادله القضايا العادله ذي العالم سواء في جنوب افريقيا نغذي امريكا اللاتينيه ماني مجش القضيه الشين خني مي توقع محمود درويش اذا قبر توقف الجيش الزياره غفاس ديفاس توغادي من المرحوم قاضي قدوه مارزوق توغا الصغار ندين دي دي الجامعه خني يروح غاس قاضي قدور غا محمود درويش الا سود قغانق جمعيه ثقافيه فوز ديال المغرب الغير النافع دي الهامش نتمنى نتمنى شي زعما قبل خطاس هذا جن هذا السي ولا انت الناس وهذه الصوت مباشره يتعود يقضي قدار الله يرحمه باش نشرب مغمو يروح غاس يجو فاسين الناس شوشو بغوت الناس بس ما خصو تحضر اللي قاضي عنصريين مين سي محمود درويش الناس كجمعيه عنصريه مين سي محمود درويش الناس فلتكون الناس فلتكون إذن انطلاقا سنونيا اللي سي بديرا يا يوسد أميد يوسد بالعكس يوسد ولكن أخويا خالد ولكن أخويا خالد نجم تصريحي قيث محمود درويش ومريك قوض يا واح يمكن راح لك السنة الناس كنت أنتظر وأن أرى أن أرى ثقافة مسينيسة لكنني رأيت ثقافة الأكل ربنا سخران قال ناظر أخران الأستاذ شو أنت محمود درويش يعاضي في الوقت اللي سلامة وتغى سعباء سلامة تغى الوزير الثقافة فلسطين ليس حس هذا شيء ليس حس يعاضي في ما يعني كأعياء المدينة عاضنت ربما وزير غلط يجين بعض الإخوان يتغيذي المكتب الإداري الجمعية ولكن ميخصوش ينيغ أن من دي تيارة تمن تيارة يزي عقب يتغدى ينغضى مع واس يتغى أو نيش غين يلقى غبانس الفلوس يسخر ملياغين لا الفلوس ولا هم يتزون بالعكس يقيم ذا ينغضى مع واس يجل المدة وانت يحس وقام أرزق الورية في شاهد لشي عاوز خلحدث أمان يعني اللي ربع الميزان يود زيادا ماشي بالعكس نخمي نقال مهرجان ايرار ورار توغا غنغذي العجز 12 مليون العجز 12 مليون ميمي تراغي دير الضيوف الشاري ذا سنت الاوتيل خصنا المأكل خصنا المهم خصنا الشكبانية يعني واخويا خالد ولكن ضروري سنتيني ذي المستمعين ويني ذا نغيت الضفان روخا خوش راديو سنتيني ذا نهاومي إلماس استدعاد محمد شكري ذا الروبيو أم دكرين صار الروبيو تفضل والوقت اني يعاود كذلك المرحوم محمد شكري نيوي فيف وانت محمد شكري يمكن التصريح الرسمي إن سنقاولة دور أضمى الورية شو تفرزق إن سودقة في راجل دور الشجاعية انتفي في الشجاعية دس غنظة يوسد يقا يودك يسرق ناروبي وقا عدم أي شيشار إلى درجة أنهم يزرد راح ذاك يسنرش مرة إلى درجة أنهم يزرد شاني نسن تغث يخرب يبدأ يترو ممكن جارم الزين يبدأ يترو أبو حنجرة مزيان ومن بعد قوم كاع خلينا تقبل غي اوانيس كيك اللقاء يجي اللقاء تغيد مثلا يعني اك النخبه نتوغي ندي الغرفه الفلاحيه غاو 20 سديرت تغادي ندير السهره موسيقيه بسينينا الريف اللي دي السهره الموسيقيه اللي قاعد يقعد على الروبيو تغويو في ماني غيقيم عادي يروح ناس محمد شكري الناس يجلس يماك في الارض يقيم ذي الأرض مسكون عشر روافه ولا تحمد في الدنيا الناس عاشر روافه
ايوا المهم اللي نتاع الروبيو ذا سوسيل توريز ايوا المهم قاعد شكري عاود زبنت سيدنا شكري يا روبي ان تقول عشر رواف ولا تحمد بن جيبه كي ان مشي ندخل نغني عشر المهم ايوا المهم يا مصطفى ما غاديش نجيب السؤال يمكن شكرو خزار الاسئله اكيد قاسمت ديني سواء اني شنو خالد دينا نختم تي اخويا مصطفى ناكش نبوز نغ على اي برنامج مستمر خالد النغ قسكر نغ هو خنا مستمر لا يحق ان يقعد التفاعل مغا قبل برنامج نهار يوداني عجبه سن سلم معقول رذمتني شك مسح حمد يونس رذمني قال الاستاذ خالد هذه الحقيقة وهذه نبون السؤال شن السؤال مو موجهني شن ولكن التصن يوذان تمتأكد من دمين تقام أخ الوليد ميموني غابن واحد يسي تسقسي حد خثانو كراخ الجمعية تسمي عدن دي النظار دوينات مهم يوذان تمتعنا قمين دي سنتعاود مخاوات قن وشو سقسيان يتسمى واضح يبو دا أدوم تيدو شخ ديريك مشان مريد هاد شن يجنو واسن جيم خشان أدوم تيد أدوم تيد وشغل نخمر أخسمن جيجن بوزا نتنين ثلاثة مينوت بس نهارا وان جيبو بوزا قاعة وفي خت السوار متسيغم جور قي خذهم قطع أوكي أخي مستعد خشون السيورة ذك أوكي أوكي وخا أنا جيجن بوزا نفسوس وشان عند ندور وخا أنقيم أنقيم أصلا نج أجور نيجن الوليد ميمود دهارو بارا